دابا كنطرح السؤال، واش كاين شي وثيقه اللي على مدى هذه المده من 1935 كتقول لك هذاك الخط الساحلي اللي تكلمتوا عليه اطلسي اللي غتمر تما مدرسه لم يتم تراجعها في هذا العرض، ولكن في النجده قال بان هناك طريق ساحليه اطلسيه، يعني اطلع تجي من عند الساحل وغتمر على العريش. اشنو تم اعداد او دراسه او برنامج ديال هذوك الناس اللي ساكنين تما اللي غيطرح لهم ذاك الطريق؟ خص يكون دابا بي او لا بي دو، خص يكون شنو غنديروا الحل ديالو؟ انا كنقول لك راه قادر 15 سنه دابا حنا كنبقي على الهيكله باقي كتناقشوا اعداد التصاميم. اذا فوقاش حنا غنوجدوا عاوتاني التصاميم ذاك المنطقه اللي هي اللي معمرينها الناس اكثر من 50 سنه هي منطقه السجن المدني، وكذلك سمعنا بان هناك منطقه سياحه منطقه سياحيه في الكوديه، الكوديه ماشي الحي، الكوديه ديال البحر اللي كيعرفوا في وسط الكوديه ديال البحر. كيفاش غدير؟ هنا كيفاش كدير؟ اذا نحلموا غنشوفوا الحلم نقول الله يستر، ولكن هل هناك فعلا رؤيه واضحه مستقبليه يعني مجزاه كتقول بي ان غيكون فيه هنا واحد المشروع اش درتي؟ كذلك هذا الجزء اش درتي؟ مابقاوش نجمو مخطط، هذا زيدو على بلون داميناجمون اللي جا بزربة، وكذلك طرح سؤال فور، هذه الوثيقة السيد الرئيس راه ثلاثة شهور بالجماعة، علاش غنضيق الوقت أجمعوا لنا في اللجنة غير 17 من ريال، وتجي دابا تأجلوا الدورة نقدموا الدورة لسبعة، ما فهمناش هذه السرعة، واش هادشي اللي يدعي الرأي؟ يدعي الرأي يقول لك هذه الوثيقة فاشلة، إلا كان كيدعي الرأي هذا، الوثيقة فاشلة، طيب ما نحلوش، خلونا على الآن نحلوا المشاكل، الناس اللي تدور الصافي كما قال الإخوان هذا كاع على اللي كيجي كيتشكى دور الصابيع، غير واحد الرؤيه واحد المخطط بالصح اللي حقو طريقو من 2035 ما تبقاش براكا، لان حنا قلنا وقيلا 2010 ما بقاش غتكون مدينه اعلان على ايش بدون صافي وشكرا لكم.